لك ثلاثة جمعات في المشاريع. معناها تعبت، تعبت من الحبس. مش بيني نحكي هكا، غير في جورتك نقلنا ثلاثة مرات في عام راه. سمحني اختي، استعينت الجلسة؟ أربع أيام أخرين. راجلك في بالو؟ خرج. عشان ما تحكي؟ جمال خرج. خذي عفو. مش قاعدين نستناو احنا يا أخي؟ مش كنقطعو؟ مازال عندك. نورا نحب نبدل حياتي، نحب نبدل برشا حاجات، نحب تتحسن من ظروفنا نورا وتتفرهد امورنا وتلهي بصغارنا. مخ في حاجه اخرى غير السرقه والكذب؟ عندك مخ؟ الولاد من وقتاش امكم تنيك مع الاسعد؟ اسكت.